استنكر النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب استمرار تجاهل الحكومة للحضور للبرلمان من أجل إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة. حقيقة أنه الموضوع ده أنا مش عارفة إيه السبب فيه، يعني ليه الحكومة مش عايزة تعمل ده؟ هم شايفين، إحنا لسه بنتكلم في الأسعار وشايفين أنه المرتب مش قادر يصمد يا حرام قدام غول الأسعار الرهيب. كمان لما مجلس النواب يطالب الحكومة أن هم ييجوا كمان مش عايزين يروحوا، أنا مش عارفة الحقيقة ليه. كمان الجبالي اتهم الحكومة بالمماطلة في إقرار العلاوة للعاملين اللي منتظرين أي زيادة بفارغ الصبر. كلام رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان كان في اتجاه انه اللي صرح فيه وزير المالية الدكتور عمرو الجرحي ان صرف العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في مايو الجاي وبأثر رجعي. وقال وزير المالية ان العلاوة بنسبة 10% وبحد أدنى 65 جنيه. حد أدنى 65 جنيه، حد أقصى 120 جنيه. يعني أنا مش عارفة الحقيقة هي العلاوة دي هتقدر تعمل إيه؟ 120 جنيه زيادة. أنتوا شايفين الأسعار عاملة إزاي؟ كيلو اللحمة عامل إزاي؟ الحاجات الأساسية، الناس هتدفع من الخضار، إحنا بنتكلم في رمضان كمان، يعني الطماطم بتسعة جنيه، البامية وصل الكيلو بعشرين جنيه، إحنا لسه بنتكلم أهوت كمان إن الفسيخ بقى بمتين وخمسين جنيه، الناس هتعمل إيه؟ الحكومة بتزود 120 جنيه حد أقصى. أنتوا شايفين أن ده العلاوة اللي تنفع وتستحق قدام كل غلاء الأسعار دي؟ هي دي العلاوة العادلة؟ المواطن تطلبوه أنه هو يستحمل وفي نفس الوقت ما تدلوش حاجة يقدر أنه هو يستحمل بيها؟ طب هو هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ لما يروح يشتري يعمل طبق سلطة هيكلف له ما لا يقل عن 60 جنيه، 60 جنيه طبق سلطة بس، ده اليوم واحد لو أسرة يعني. طب وبعدين ادي كده 120 جنيه دول طبق طارو في طبقين سلطه اليومين، خلاص كده. طيب احنا معانا الاستاذ جبالي المراغي رئيس لجنه القوى العامله بمجلس النواب. صباح الخير، ورئيس اتحاد العمال طبعا. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الخير يا فندم. ايه اخبار العلاوه ال 120 جنيه الحد الاقصى؟ والله احنا يا فندم العلاوه ما زلنا شغالين فيها، وكان المفروض تتعرض على اللجنه العليا امبارح، فعدم حضور السيد وزير الماليه اجلنا عرض على الجلسه العامه يعني. انما احنا اقرينا العلاوه 10% في لجنه القوى العامله باثر راجع من 1/7، وتصرف، كنا محددين انها تصرف في ابريل، فطبعا كده زنقت استمارات المرتبات، مش ممكن هيكون في ابريل، هتبقى هتصرف في مايو ان شاء الله، المهم ان قبل رمضان يعني. وزير القوى العامله كان قال انه لغير الخاضعين لقانون الخدمه المدنيه، يعني هم الاثنين الخاضعين والغير خاضعين هيتم صرف العلاوه ليهم ولا ايه النظام؟ لا، هو السيد وزير القوى العامله ملهوش في الموضوع، هو وزير الماليه ووزير قطاع الاعمال. وزير الماليه هو اللي قال كده، قال وزير قطاع الاعمال هم الغير خاضعين لقانون الخدمه المدنيه فضل. طب والخاضعين؟ لا، الخاضعين ما هو كده المشروع القانون جاي بالغير الخاضعين، احنا كنا مصممين على ان جميع العاملين الخاضعين والغير خاضعين. فقال لك لا، الخاضعين اخذوا العلاوه 7% و ضربوها 3%، 3 يبقى 21% اخذوها الغير خاضعين. طب بس والعاملين؟ بس خير ان شاء الله قريب يعني بالنسبه لجميع العاملين الخاضعين والغير خاضعين. والعاملين في القطاع الخاص يا فندم؟ والعاملين في القطاع الخاص 10% ليهم ايضا. ما يعني بس دي بتتم بتفاوض ومذاكره تفاهم ما بين وزاره القوى العامله وما بين اصحاب الاعمال. طيب في شركات بتلتزم وشركات ما بتلتزمش بتطبيق العلاوه، هتعملوا ايه كاتحاد عمال وحضرتك رئيس لجنه القوى العامله في مجلس النواب؟ اولا لازم يا فندم جميع العاملين في الشركات، بس على حسب الحاله الماليه للشركه، يعني شركه متعثره وخاسره وهتاثر عليها العلاوه، فما هيبقاش العلاوه كامله، ولكن دي بترجع باللي. طب والعمال هيعملوا ايه في الحاله دي يا فندم؟ العمال مش مسؤولين عن الموضوع ده؟ لا، ما هم العمال شركاء مش اجراء، يعني احنا بنقول دلوقتي انا شريك في المصنع مش اجير، باخد ارباح وباخد حوافزي وباخد مرتباتي، بس هي ان شاء الله طبعا الموضوع ده مع وزاره القوى العامله ومع اصحاب الاعمال
وانا اثق في اصحاب الاعمال وفي الاتحاد العام للصناعات. الكرة في ملعب مين دلوقتي يا فندم؟ يعني في ملعب وزارة القوى العاملة ولا أصحاب الأعمال؟ لا، هم طبعا بيبقى في مذاكرة تفاهم واتفاق واتفاقية بتتم ما بين وزارة القوى العاملة وقطاع وأصحاب الأعمال. طيب احنا بنشكر حضرتك يا فندم أستاذ جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكرا على وجود حضرتك معنا.